يتواصل التفاعل الجماهيري الكبير مع سوق المزارعين، حيث يتدفق الحضور من مواطنين ومقيمين وسياح منذ الصباح الباكر في كل يوم سبت وسط أجواء السوق المفعمة بالحيوية. ويشهد السوق إقبالا كبيرا على المحاصيل البحرينية بكافة أصنافها بحسب المزارعين البحرينيين، بعدما أدخل المزارعون البحرينيون منتجات زراعية جديدة لم يكن المزارع البحريني مهتما بزراعتها بسبب إقبال بعض الزوار على طلب منتجات معينة، ما دفع المزارعين لتلبية رغبات الزوار. ويعتبر السوق المزارعين منصة توفر المنتج البحريني بجودة عالية وخصائص آمنة، حيث يركز المزارعون على استخدام الأسمدة العضوية. كما يحتوي السوق أيضا على المطاعم والأكشاك الصغيرة التي تحتضن العوائل التي تتوافد لشراء المحاصيل الزراعية ومنتجات الأسر، حيث شهدت هذه النسخة من السوق فعاليات مصاحبة جديدة أسهمت في الارتقاء بالسوق.